البسبوسه. البسبوسه لا تعالوا البسبوسه، كوبايتين دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسه، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه جوز هند، كوبايه من الزبادي، معلقتين كبار كاكاو، نص معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه الملح. طيب العسل بتاعه بقى هعمله ازاي؟ بكوبايه من السكر على كوبايه من الميه وعصره الليمونه. اول حاجه نعملها نحط العسل على النار ونبدا نشتغل في الايه، نشتغل في بقيه البسبوسه. ادي كوبايه السكر ومعلقتين كاكاو على طول، انا مش محتاجه تعقيد فيها قوي، وادي الليمونه وكوبايه الميه. بس كده واروح جايه بقى عامله ايه؟ البسبوسه. البسبوسه كل المقادير على بعض اهي، استناني ثواني بس، كل المقادير على بعضها. ايه هي المقادير اللي على بعضها؟ كوبايتين دي السميد، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، مش عايزاكم تنسوا عشان البسبوسه دي مهمه وحاجه رخيصه جدا، واي نعم السكر لسه مش موجود بس ان شاء الله يعني هتسلك ويجي ان شاء الله على خير. رشه الملح، نص كوبايه جوز هند، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه. بص كله على بعضه ازاي، مش محتاجه اقلب حاجه ورا حاجه. كوبايه زبادي بحالها، معلقتين كبار كاكاو، واقلب ده كله مع بعضه كده، وهصبه في صينيه وادخلها الفرن. بس اكتر من كده مفيش. اهي بصوا كده اهي، وهي كده حلوه تمام. بس هجيب بقى الصينيه واروح احطها فيها ومدخلاها الفرن. بصوا بقى البسبوسه بعد ما عملتها بالشكل ده، بصوا سميكه ازاي، هي دي هي كده تبقى بالشكل ده. لو انا طريتها قوي ولقيتيها بتنزل مني كده، لا دي بايظه خالص، لازم تزوديها شويه بقسماط ناعم، شويه دي سميد تاني او دي البسبوسه. ماشي هي كده، ابدا بقى ادخلها الفرن، هديها شويه تاني من الشربات اللي بالكاكاو كده عشان اسخنها بس كده كمان. انما هي بتطلع من الفرن بديها الشربات ده بسخن سخن، لازم كله يكون سخن في سخن كده. بسبوسه شوف عشان هي بارده شويه، بردت حبه فبدات ان هي ايه مش عايزه تشرب شويه. طب انا عايزه ابرد نارها شويه، جايبه لها قشطه بقى بلدي من على وش اللبن زي ما انتوا عايزين.